بسم الله عندنا هاد العش هذا فيه 5 ديال الوليدات هنا، يعني الوينات ما شاء الله تبارك الرحمن. انا ذكر الانثى في الداخل ما شاء الله، اللهم بارك. هاد العش هذا عندنا 6 ديال الفراخ، 5 الامساك ديالنا، 3 هنا وباقيين 3 هنا الداخل تبارك الله، اللهم بارك اللهم بارك الاصدقاء ربهم. هاد العش هدا نقوم بالفتح ديالو، تينفرخ هاي كيما يبان ليكم، نحاول نديرو فلاش كما كتشوفو، كاين هاد الفرخ و مبيضة واحد جوج بيضات تبارك الله، و كاين وليدات لداخل، باقي وليدات لداخل فقط، اللهم بارك. هذا العش هذا تاهو الحمد لله ما عرفش، يعني شديناه ما عرفش غطوه العش، يعني تانا كاينين وليدات كما كتشوفو نتوما بيضات تبارك الله ما شاء الله. لا الحمد لله كما كيبان لكم الفيديو، اللهم بارك. هاد العش هدا تا هو كاينة واحد الأنثى عندها وليد، يعني فقصات واحد البيضة، مازال البيضات الأخرين مازال ما فقصوش، اللهم بارك ما شاء الله. انا وليدي يلا عنده واحد اليوم او يومين باش نقص ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. الله يسخر الجميع من اصدقاء. هانتو هادي عند هاد البيض مازال ما فقش الحمد لله، الله يسخر. بسم الله هنايا كاين البيض مازال ما فقش تاهو، بسم الله انا كذلك كاين البيض انا عندنا واحد وليد يعني خرج من العش، نحاولو نعزلو على والدي يعني نفطموه أو لا كياكل راسو، كي كتشوفو راه والدي بدا كيضربو في الراس ديالو، اللهم حسن خاصنا نعزلوه واحد القفص نحطو مع القفص، خليت فيه وليدات ديال أزواج خرين أعزلهم هنا أنا نطلقهم هنايا، اللهم بارك. ما شاء الله هذا هو الفيديو، يعني باختصار وريناكم وليدات اللي عندنا، قمنا بفتح جميع الاشياء، ندلعو وليدات اللي عزلناهم
الله يسخر الجميع المواضيع إن شاء الله.